السلام عليكم، ازيك شباب؟ ان شاء الله نتكلم مع بعض عن حاجه عندنا هنا اللي هو الاندكشن موتور، بتوصل في ايه؟ في الشكل بتاع الايه؟ الدلتا. خلاص؟ يبقى انا عندي السيستم ده اللي هو الايه؟ الستيتور. اوكي؟ ومعاه هنا ايه؟ معاه الروتور اللي هو ايه؟ الشورت سيركت. الشورت سيركت من هنا اللي هو ايه؟ النار اللي هو ايه؟ الروتور. خلاص؟ السيستم ده ماله؟ هنوصل معاه كباستور ده ايه؟ خلاص الكباستور ده، اوكي الكباستور ده هنعمل فيه ايه؟ خلاص الكباستور ده خلاص الكباستور ده وصل من هنا ووصل من هنا. بص هنا ادي فيزا A خلاص، ودي فيزا B. اوكي هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي نعمل دي مثلا كده خلاص، هنيجي نروح ايه دي كده. اوكي هنيجي نعمل ايه؟ نعمل دي من هنا مثلا، من هنا مثلا ودي فيزا بي ودي فيزا سي. خلاص؟ طب بنيجي نعمل ايه يا شباب احنا شلنا حاجتنا؟ بنيجي نقول الجهد اللي هنا خلاص، والجهد اللي ايه؟ نفسه اللي هنا. خلاص؟ طب ايه اللي بيحصل؟ بص يا باشا، القوس المثلث دي، القوس المثلث دي ده لما اركب معاه مكسر. طب الموتور ده لو هو لوحده خلاص، انا عايزك تحترف الايه؟ تحترف موضوع اللاين والفيز فولتج. يبقى ايه؟ تحترف معايا. احنا بنقول يا شباب الانجينير، بنقول ان دي فرده كويل بمقاوماتها ار 1 اكس 1 بمقاوماتها. التيار اللي هو بيسحبها اللي هو التيار اللي داخل فيها. خلاص؟ ونفس الكلام هنا، التيار اللي داخل فيها هو هنا. خلاص؟ طب وده اللي هو الواير، فاللي داخل جواها هنا اسمه ايه؟ اسمه اي لاين. اسمه اي ايه؟ اي لاين. انما اللي داخل في فرده الكويل دي وفي فرده الكويل دي اسمه اي فيز. يعني تقدر تقول سيادتك ان الرسمه دي التيار كده وادي تيار كده وادي تيار كده، اي فيز اي لاين. فده مش ليه يقول لك سيركت لاينز ايكوال اي فيز بلس اي فيز، نو. خلاص؟ الجيومتريكال الكلام ده ليه جيومتريكال سيتا انجل، فبيطلع الاي لاين. الاي لاين اللي موجود بيساوي جذر ثلاثه ايه؟ اي فيز. يبقى بالنسبه للكرنت، بالنسبه للكرنت اي لاين بيساوي ايه؟ جذر ثلاثه اي فيز. اي لاين ايكوال جذر ثلاثه ايه؟ اي فيز. خلاص؟ طب تعالى بقى نتكلم يا محمد بالفلو ونقول يعني ايه ايه؟ الفولتج بقى بتاع الدلتا كونكشن. فهي ايه؟ الكبسوله ديت، الكبسوله دي عليها فولتج قاعد عليها اسمه ايه؟ الكبسوله دي الكرنت اللي فولو فيها اسمه اي فيز، والفولتج الابلايد عليها اسمه في فيز. ده اللي يخص الكبسوله اللي يخص عليها الشيء. اتس اوكي. طب بنيجي نعمل ايه؟ هو السهم اللي انا بقول عليه في فيز ده وير ستارت اند فينش، وير الستارت بتاع وفين الفينش بتاع. فما لقيت ستارت بتاع ستارتنج من النقطه دي، وير ذا فينش، فينش فين؟ في النقطه دي. يبقى ده الستارت وده الفينش.
ستارت. اوكي طب الستارت ده مسك من لاين والفينش ده مسك منين؟ من لاين. This is the name of line. Line. يعني فندت واير. وده اسمه ايه؟ line. يبقى السهم ده من الستارت من هنا وفينش هنا وفينش هنا هو اسمه من هنا. الله طب ما ده line وده line. ده اسمه ايه؟ فولتج line to line. يبقى ده معناه ايه من الرسمه دي؟ من الازرق line اللي فيها. ان انا عندي في السيستم الدلتا الفولتج لاين تو لاين ايكوال في فيز. يبقى الدلتا كونكشن بتاع الايه؟ بتاع الكلام ده. طب لما اجي انا بقى ارجع للرسمه احنا هنا شرحنا مع بعض اللاين كارنت والفيز بتاع الدي. القطعه دي موجوده هنا. القطعه دي ايه؟ موجوده فين؟ موجوده هنا. اروح ماسك الايه؟ الالم بتاعي ده خلاص؟ يبقى الفولتج هنا هو نفسه هنا. يبقى الفولتج ده مفيش ايه؟ مفيش منه مشاكل. يعني يعني انا لو انا هتكلم هنا كده خلاص؟ على السكشن ده اوكي؟ اشوف خلاص احنا كده هنمسح الجزء بتاع الايه؟ اتعلمت انا من دي ان ده وده دول اللي انا ايه طلعت بيهم. يبقى السيستم اللي انا عامله هنا ده الشرح الجزء ده استفدت منه ايه؟ ان المعادلتين دول دي ودي. خلاص؟ طيب اطبق بقى اللي انا استفدت منه ده يعني ايه؟ دي لاين تو لاين دي فيز. انا لما اجي مثلا اتكلم على النقطة اللي هي ايه؟ ايه دي؟ خلاص؟ يبقى فولتج في فيز بتاع السيستم خلاص؟ الفولتج يبقى انا اقدر اقول اللاين فولتج كباسنس ده ماسك لاين فولتج في اي بي. النقطة دي اسمها بي كابتن والنقطة دي اسمها ايه؟ يبقى الكويل ده شايف ايه؟ لاين فولتج. يبقى في اي بي كابتن ايكوال فولتج لاين تو لاين ابلايد على مين؟ ابلايد على المكثف الفولتج في سي. الفولتج اللي قاعد هنا ده اسمه في سي. يبقى في سي فولتج لاين تو لاين بيساوي في اي بي بتاع شركه الكهرباء الكتريكال كامبي. طب تعالى بقى نشوف ايه قصه الفولتج مالها خلصنا عليها. طب ايه موضوع اي لاين ده؟ تعالى نروح نشوف حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ هو التيار اللي هنا اسمه ايه؟ اسمه اي 1 داش. خلاص؟ طيب وايه تاني يا شباب؟ وايه تاني يا شباب؟ أداء اي 1 داش. طب فين التيار اللي ماشي في المكثف؟ ده السهم ده ماركته ايه؟ ماركته اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه اي سي بتاع الفيز. اي سي بتاع الفيز. والتيار اللي ماشي هنا نمسح القرايه دي عشان خاطر نكبر الزاوية الشكل بتاع السهم اسمه اي 1 بتاع الفيز يعني ار ال. قال لك الكلام ده نعمل له ايه يا محمد يا فاروق؟ نعمل له ايه؟ نعمل له شكل. خلاص؟ انا لما اكون شغال لما اكون انجينير شغال ده اي 1 فيز وده وده اي سي فيز وده اي 1 داش ماركت لاين كارنت. يبقى لازم احول اي 1 داش ده واروح كاتبه ايه يا محمد يا فاروق؟ اي 1 داش على جسر الثلاثه.
ماله؟ ماله؟ هيفولو ده يفيد يغذي الاي سي ويغذي حاجه اسمها ايه؟ اي 1. يبقى دي استفدت منها هنا. ليه استفدت منها ان انا مسحتها ليه؟ لان الرقم ده لاين فولتج، لاين كاونت، تيار اللاين. فباخد تيار اللاين اقسمه على جذر الثلاثه عشان اول ان وان يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه ده محمد الفاروق؟ يبقى اسمه الفيز. عشان ده فيز، عشان ده اي 1 فيز، فتبقى الدنيا كلها ايه؟ فيز. لان الرقم ده اللاين، الرقم ده ايه؟ اي 1 ده لاين. فهقسمه على جزء ثلاثة واروح شغال بقى معادلاتي اللي هي الايه؟ العداله. ايه هي؟ اللي انا الرول اللي انا حافظهم عشان احل بيه. خلاص؟ ان انا اقول اي 1 اي 1 اوكي كوزاين سيتا 1 اللي هو الريال، الريال بيساوي الريال. خلاص؟ في مين بقى؟ في اي 1 داش على جذر 3. في مين؟ في كوزاين. في كوزاين مين يا محمد يا فاروق؟ في كوزاين سيتا 1 داش. يبقى ده اول قانون. طب واي سي فيز اجيبه منين؟ اي سي فيز خلاص بيساوي الحاجه اللي هي اي 1 ساين سيتا 1 ان ماينس اي 1 داش اوفر جذر 3. خلاص يجي واحد يقول لي هو اي 1 ده فين هو؟ بصوا يا شباب، اي 1 ده هيتحط على جذر 3 برضه، واي 1 ده هيتحط على جذر 3 برضه. طب ليه؟ لان انا لما بيكون عندي محرك دلتا وعايز احسب اي 1 معمليا بعمل ايه؟ بروح احط الاميتر هنا. فالاميتر ده انا ما اقدرش ادخل جوه الموتور بقول له احسب لي اي 1 فيز، ما اقدرش. انا بحط الاميتر بره الموتور واروح احط الاميتر خلف الكباسيتس، احط هنا ايه؟ اميتر. فالاميتر ده لما يجي يقرا يروح قاري اي 1 داش، والاميتر ده لما يجي يقرا يروح قاري مين؟ اي 1. يروح قاري مين؟ اي 1. طب اتعلمت من كده ايه؟ ان القراءات الاميتر دي الفعليه لاين كارنت. يبقى لازم اخد اللاين كارنت ده واعمل ايه؟ اصل احيانا ما بيبقاش ده قابلك. امال ده ايه؟ محمد يبلغ اللي انت بتكتبه ده الاميتر على جذر 3. يبقى ده اي 1 فقط اللي هو لاين كارنت اوفر جذر 3. فلو انا جيت لك في الاكزام اديتك الاميتر ده والاميتر ده، كان نفس يديك واقول لك هات الاميتر اديك الاميتر ده اديك الاميتر ده، يبقى لازم قراءات اي 1 داش اي 1 تتقسم على جذر 3، قراءات اي 1 داش اي 1 تتقسم على جذر 3. خلاص؟ في مين بقى؟ في ساين ايه؟ في ساين سيتا 1 داش. طب اي كاباستور ده اللي طلع؟ اي كاباستور ده اللي طلع موجود فين؟ اي كاباستور اللي طلع ده موجود في شكل اسمه دلتا. وير اي سي؟ اي سي هير هنا. اي سي ده بقى بيساوي ايه؟ بيساوي الفولتج اللي على المكسر اللي هو لاين فولتج اللي انا كاتبه هنا. بيساوي فولتج لاين تو لاين مقسوم على ايه؟ على الاكس سي اللي هنا. الاي بتساوي في اوفر ريزيستنس،
يبقى اي سي بتساوي في لاين فولتج اوفر اكس سي. خلاص خطوات حل اي مساله تيجي لسيادتك هتلاقي الحاجات دي جيفن. التيار ده يا اما ميتر يا اما بالايكويشن اللي هي بتاعت الاي سي اندكشن، تروح شغال على القانون ده تحط اي واحد اللي انا مديهولك في الامتحان جيفن، هديك اي 1 جيفن، هديك اي 1 جيفن، تروح حط في المعادله دي واقول لك ايه باور فاكتور اي 1 ادوه لك جيفن، ساين سي دي بوينت فاكتور باور فاكتور كذا كذا، تروح جايب اي 1 داش، تاخد اي 1 داش تحطها هنا، بص تلاقيك رحت جايب الايه؟ الاي سي، جبت الاي سي خلاص؟ جبت الاي سي، نجيب يعني ده تترجم كده، جبت الاي سي، اي سي ده ريزلت بيساوي في لاين تو لاين جيفن، خلاص تروح جايب اكس سي. طب بعد ما تجيب اكس سي تروح تاخد الايه؟ اكس سي بتساوي واحد على ايه؟ على اوميجا سي، عرفت تجيب الكاباستنس سي خلاص. وطبعا لو عايز تجيب كيو يبقى بتجيب الايه؟ الاي سي وتضربها في الفولتج، يبقى انت كده جبت الايه؟ الكيو. يعني في ناس ثانيه بتروح تقول لك ايه؟ الكاباستور بانك ده، الكاباستور بانك ده، الكاباستور بانك ده خلاص. في ناس تقول لك الكاباستور بانك ده اللي هو اللي هو 3 سي دول خلاص. الكاباستور بانك ده الكيو بتاعته بتساوي كام؟ هما مش 3 يبقى 3، وهو ايه؟ هما 3 قطع مكثف. طب المكثف ده مش عليه فولتج في وبيمشي فيه تيار؟ خلاص يبقى الفولتج سي في الكرنت اي سي. طب الاي سي وانت جبته من المعادله الايماجري ماينس الايماجري بتاع اي 1 نهايه بتاع اي 1 ده شايل، خلاص خلصنا من اي سي. طب والفي سي؟ ما انت جايب الفولتج ده يا ابني اللي هو اللاين، يبقى 3 مضروب اثنين محمد يا فاروق في الفولتج في لاين تو لاين مضروب في مين؟ في الكرنت اللي اسمه ايه؟ اي سي. ربنا يوفقك.